وللنقاش على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الريحانية المحلل العسكري والسياسي السوري أديب العلاوي. أهلا ومرحبا بك سيد أديب. بداية، اليوم الأمم المتحدة بدأت بإخراج الدفعة الأولى من 1000 مصاب من الغوطة الشرقية مع استمرار النظام وحليفه بالقصف، كل هذا في وقت نفت فيه المعارضة أي اتفاق لإجلاء مسلحها. برأيكم إلى أين تذهب الأمور في الغوطة؟ مساء الخير، تحية لكم وتحية لمشاهديكم الكرام. حياك الله. حقيقة يعني تم إجلاء مجموعة من الجرحى للعلاج خارج الغوطة الشرقية بعد حصار يعني دام حوالي 4 سنين أو أكثر من 4 سنين والغوطة محاصرة حتى الآن. الأمور أعتقد أنها تذهب إلى يعني حسمت بالنسبة للفصائل، يعني حسمت أمرها بأن تبقى صامدة، بأن تبقى صابرة على يعني ما تفعله روسيا والميليشيات الإيرانية على هذا القصف الهمجي وعلى هذه الإبادة الجماعية والترانسفير الذي نراه في كل أنحاء سوريا. وبالتالي حسمت أمرها الفصائل على الصمود والبقاء في أماكنها وحماية ما تبقى من الغوطة الشرقية ضمن المناطق الخطوط الدفاعية التي استقروا فيها الآن. القصف اليوم مستمر على الغوطة الشرقية، إذن ما هو مستقبل القرار رقم 2401 في ظل تهديدات غربية بالتدخل بشكل مباشر؟ يا سيدي، القرار 2401 يعني ولد ميتا، يعني بعد التعديلات التي قامت فيها روسيا وأفرغت هذا القرار من مضمونه لم يعد القرار له أي قيمة الحقيقة. وبالتالي يعني هذه يعني بعد أن فرغ من مضمونه هذا القرار ولم يعد له قيمة، شعرنا أن هناك تصريحات يعني نبرة عالية للفرنسيين والبريطانيين والأمريكان، لكن أعتقد أن الموضوع لا يعد أكثر من جعجعة دون أي فائدة. أعتقد أن الأمور حسمت إلى تقسيم سوريا بعد ما من وجهة نظري أنا أعتقد أن حسمت في يعني ما نراه في الغوطة، حسمت في تقسيم سوريا بمعنى آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية التي ضغطت ضغط شديد على روسيا استطاعت من خلاله يعني الاتفاق على شيء معين تحت الطاولة يفضي إلى تقسيم سوريا. وبالتالي جاءت يعني موضوع الغوطة جاء جائزة ترضية لبوتين في حملته الانتخابية القادمة ليستفيد منها كورقة. سيد أديب، أنت تقول أن الأمور حسمت إلى تقسيم سوريا، كيف ستقسم سوريا برأيكم؟ لم أسمع سؤال لو سمحت. كيف سيكون التقسيم وأنت تقول أن الأمور حسمت إلى التقسيم؟ يعني أنا أقول أنها حسمت إلى التقسيم بمعنى أن روسيا التي استطاعت احتلال سوريا وجاءت بكل أسلحتها إلى سوريا بسيخوي 57 وبمختلف أنواع الأسلحة وبالأس 400 واستطاعت من خلالها أن تسيطر على قاعدة الحماميم وطرطوس والعديد من المناطق السورية واستطاعت السيطرة على الاقتصاد السوري، كانت روسيا لا تريد التقسيم لسوريا من أجل أن تسيطر أن تأكل الكعكة لوحدها بالكامل. لكن حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن يعني استطاعت اقتطاع القسم الشرقي من سوريا وهو الأكثر يعني دعني أقول يعني الأكثر حيوية وهو منابع الغاز والنفط في المنطقة الشرقية، تم الضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا ضغط شديد. طيب، لكن ألا تعتقد أنه من الملفت للنظر فعلا أن يقوم النظام بفتح جبهتين في درعا وإدلب في الوقت الذي فيه تشتعل الجبهة في الغوطة؟ كيف تقرؤون تحركات النظام وأهدافها وتوقيتاتها أيضا؟ الحقيقة النظام لا يريد أن يفتح الجبهة الجنوبية. النظام قام بالقصف في بعض المناطق في الجبهة الجنوبية من أجل عدم التحرك، لأن هناك فصائل في الجبهة الجنوبية أرادت التحرك من أجل إنقاذ الغوطة، من أجل الضغط على النظام وتخفيف الضغط عن الغوطة. الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية يعني سارعت إلى اجتماع عاجل في عمان، وهذا الاجتماع العاجل كنا نتوقع أنه لدعم فصائل المنطقة الجنوبية، ولكن هو في الحقيقة جاء لإحباط أي محاولة للتحرك في المنطقة الجنوبية وإجبار الفصائل على عدم التحرك. ولذلك أنا أقول أن هاللعبة يعني حقيقة تمسك بها الولايات المتحدة الأمريكية وهي التي تحبط كل محاولة لتقدم الثورة وهي تنسق. ولذلك نحن نقول أن الشعب السوري يقتل بأيدي أمريكية وأيدي روسية وأيدي إيرانية، وبالتالي نحن تحت احتلال مركب، هو احتلال روسي واحتلال إيراني واحتلال أمريكي. طيب، مستقبل الغوطة الشرقية اليوم غامض، هناك من يقول
أن ما يحصل هو خلط للأوراق سواء على الجبهات أو في أروقة السياسة، كيف تعلق؟ يا سيدي بالنسبة للغوطة الشرقية أنا قلت بأنها هي قدمت جائزة ترضية إلى روسيا وإلى بوتين لتسانده في الانتخابات القادمة، وبالتالي أنا أقول أن الثوار هم من يقلبون الطاولة الآن وصمودهم الأسطوري، بمعنى آخر أن هناك مناطق يعني الغوطة الشرقية بالكامل لا تزيد عن 100 كيلومتر مربع، هناك جبهات واسعة في كثير من المناطق وعلى رأسها جبهة يعني يعني جبهة عفرين مثلا على سبيل المثال، عفرين التي تبلغ 1250 كيلومتر يعني حوالي 40 يوم انتهت المعركة. الغوطة الشرقية التي لا تزيد عن يعني عن 100 كيلومتر مربع، دعني أقول أنها منذ سنوات وهي محاصرة، ومنذ سنوات وجيش النظام والميليشيات الشيعية تحشد على هذه المنطقة، إضافة إلى ذلك ما تبقى من الغوطة منذ أكثر من شهر تحاول الميليشيات الشيعية الإيرانية والميليشيات النظام إضافة إلى الطيران الروسي وكتيبة الروسية المتواجدة في المنطقة، ولا تستطيع اقتحام يعني إلا المناطق الزراعية التي استطاعوا التقدم إليها. في ملف عفرين، هل تعتقدون أن أنقرة وواشنطن فعلا توصلتا لاتفاق حول مستقبل المنطقة ومنبج، وما هي استعدادات حصول هذا الأمر؟ أعتقد أن هناك اتفاق بين يعني الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا من أجل منبج، وهناك اتفاق على أن يكون هناك مجلس محلي ومجلس عسكري تابع لأهل منبج الحقيقية والأصليين، ويعني نحن نعلم أن منبج يعني حوالي 95% من سكانها عرب، يعني احتلتها عصابات البيادة والبيكيكي المتواجدة في المنطقة، كما هي تحتل الرقة وتحتل كثير من المناطق وتحتل مناطق في ريف حلب الغربي والشمالي مثل تل رفعت ومنغ وغيرها. وبالتالي أنا أقول هذا الاتفاق والانسجام الذي حصل في يعني دعني أقول الغزل الجديد الذي يعني لاستعادة العلاقة الاستراتيجية بين تركيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أنها ستفضي إلى حلب بالنسبة لمنبج، ولكن بعد انتهاء عملية غصن الزيت. المحلل العسكري والسياسي السوري أديب العلاوي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.